آمين يا رب اللهم العالمين. رب جبريل وميكائيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني إلى ما اختلفوا فيه من الحق بإذنك. آمين. الدكتور نادر سنوسي العمراني حق له أو أن نصفه بأنه علم من أعلام ليبيا، بل ربما هو علم من أعلام المغرب العربي، بل أكثر من هذا هو علم من أعلام العالم الإسلامي. صدق. تشهد له الروابط الإسلامية وتشهد له المحافل الإسلامية، سواء كان ذلك تلك المشاركات في الفقه الإسلامي المتنوع حول الصيرفة الإسلامية والمعاملات المالية وغيرها من الأحكام الشرعية. يشهد لفضيلة الشيخ الدكتور نادر العمراني تلك مقاعد وقاعات الدراسات الإسلامية في ليبيا وفي غيرها من البلدان، يشهد للشيخ نادر السنوسي العمراني تلك الدورات التي قام بها في مساجد طرابلس وفي مساجد مصراتة، تلك أو الفوائد وتلك العلم الذي يعني يتحصل عليه طلبة العلم، الأخلاق، الأدب، مثل كان يحتذى به في الأخلاق في العلم حقيقة. نعم. عدد الطلبة الذين درسوا على الشيخ نادر ربما لا يحصيهم الإنسان الآن. الدكتور نادر السنوسي العمراني رجل من رجال الحديث، وإذا قلنا الحديث فلزاما علينا أن نتذكر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، رجل يشتغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن نحسبه والله حسيبه أنه يريد أن يرفع راية الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وعلى فهم السلف الصالح. الشيخ نادر السنوسي العمراني، وبحكم أننا خالطناه في دار الإفتاء لمدة 5 سنوات، لا نعرف عنه إلا الجد والاجتهاد في المسائل وفي النوازل. يعني ربما لو أخذت كل التغطية في شرح مناقب الشيخ نادر نحسبه والله حسيبه لا نستطيع أن نحصيها. كذلك ضف على هذا أو زد على هذا أن الشيخ نادر غير معروف عليه أنه يعني يشاكس أو أنه يعني له أعداء أو شيء، بل أنه حتى لو فرضنا أنه من خالفه في المنهج كان يحب في ذلك المناظرة وأن يناظره بالعلم وبالأدلة الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يفك أسره. يعني حقيقة في هذه المناسبة أنا يعني نستغل الفرصة بأن أذكر أن حالات الخطف تعددت وكثرت في لا سيما في طرابلس، وعلى جميع الليبيين أن يقفوا وقفة واحدة في رد كيد المجرمين، فإن والله هذا ليس لمصلحة أحد من الليبيين، ليس لمصلحة أحد أن تدخل طرابلس في فوضى اغتيالات لا قدر الله، أو في فوضى اختطاف، سواء كان علماء أو كانوا ولدان أو كانوا شيوخ في كاهل العمر، ليس من مصلحة أحد. المصلحة أن الليبيين أن يرجعوا إلى كتاب الله وأن يحكموا فيما بينهم كتاب الله عز وجل، وأن يتصالحوا فيما بينهم، وعلى الليبيين جميعا أن يرفعوا راية المجرم. يجب أن يقدم للعدالة ويقتص من المجرم ويقتص من جميع المجرمين، جميع الظلمة. وأنا دائما شيخ عبد الباسط حقيقة أكرر في خطبي أو في لو كان هناك مواعد. دروس في نعم. المواعظ وفي الجامعات نعم. أن استقرار ليبيا لن يكون إلا برفع الظلم.